السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي جريده بيل بريس، كتشوفوا عدد كبير من الحافلات اللي كانوا كينقلوا الوليدات اللي كيقراو في مراكش، الاخوان هما جاوا لان كاين العطله. السلام ورحمه الله. اسمح لي اش تكون باش الصحافه؟ ايوا الصحافه واش مسموح لك ولا لا؟ هي مسموح لي، علاش؟ اي صافي لا دوي معايا، دوي معايا دابا طالق الله يبارك. اشنو اللي بغيتي من كان؟ لا مع السيد. مرحبا. لا 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 ما خاصش دابا طلقش، ما نقدرش ما نقدرش نطلق الله يبارك، ما نقدرش. دائما متتبعي جريده بير بريس كانوا تقول لكم هادو الوليدات اللي كانوا في كانوا كيقراو الاخوان، عاد باش جاو الان من مدينه مراكش. شوف شوف صح الشريف والرئيس دقيق دقيق راه هكا هكا راه هكا راه هكا راه هكا راه هكا راه باش نعطيك الاخر نعطيك ديال التصوير ديال هنايا غير لا جوده نشاف ديال المركز هنا قول ليه بيل بريس راه كيعرفني لا جوده نشاف ديال المركز هنا يا هشام راه كيعرف ديجا وريتو ديجا وريتو شوفوا الوقت لا 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 شوف شحال ما تيقتينيش بحال هكا تيق بلا ما تيق حنا نشوفو الارقام شوف الناس مشاو براس شوف نعطيوك حنايا اللي عنده الصفات الضبطيه نعطيوه والله ود حيت الاخر طلب مني واش فهمتي حنا كنعطيو الاجودان شاف ولا شارجان شاف ولا فهمتي هاك اخويا هاك اخويا الله يحفظك مرحبا مرحبا يا ربي غير الدرك الملكي الاخوان طلبوا منا الرخصه عطيناهم الرخصه هادشي راه في اطار القانون هادشي بالعكس هذا كيعجبني بحال هكا مرحبا مرحبا راهو عطيتولي راهو عطيتولي راهو عطيتولي راه عطيتولي اختي راهو عند الدار عند الدراكي راه عند الدراكي راه عند الدراكي راهو الدراكي سولي اخوان دائما هادو من الحافلات اللي كانوا كينقلوا الوليدات كما سبق الذكر في مدينه مراكش. اليوم هما وصلوا لامزميز وصلوا وربما لان العطله الاخوان غادي يعيشوا مع الوليد مع الاباء ديالهم على سلامتهم على سلامت هاد الوليدات هادو. واحد السيده بغات تمنعنا من التصوير باش نحطوكم في الصوره، حنا كنوروا الراي العام الاخوان وكنصوروا كاع من بعد وكنصوروا كاع من في الشارع العام وهادشي كامل كيوقع وكيف ما كتشاهدوا راه كيتواجدوا العناصر ديال الدرك الملكي راه هما مشكورين العناصر ديال الدرك الملكي ها هما راه عطيتهم الاوراق ديالي. هذا السيد الباشا كذلك السيد الباشا السيد الباشا وقال اللي كيسولوا فيه الناس. المهم الاخوان هذه غير معلومه حاولنا ان نحطكم في الصوره اشري اش كتصور فيا اشري لا صورتيني لا صورتيني 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 والله حتى صورتيني صورتيني والله حتى صورتيني لا صورتيني في التليفون اجي شو عند الجندار اجي شو دابا يلاه دابا اجي دابا صورتيني لا لا صورتيني لا صورتيني والله والله حتى صورتيني واش خايف اجي عند الجندار اجي عند الجندار اسمح لي اسمح لي الشريف يلا اش يلا سير الشريف زيد مرحبا يلا مرحبا مرحبا سير سير يلا مرحبا سير مرحبا اي مرحبا مرحبا سيدي مرحبا سيدي باشا هو طيب هذا راه صورني بالهاتف ديالو شوف هاد السيد هذا مبرص الرخصه ديالي راه عند الدرك الملكي شوف انا مسؤول انا على هذا الشيء لا لا هو عنده عنده انا مسؤول انا على هذا الشيء حنا راه في بث مباشر دابا ربما يكون كل شيء انا ما نصوركش انايا انت دابا مبرصنا ما خليتيناش واخا سيدي باشا خذ عنده الهاتف ديالي فين يحذف هذاك الصوره ديالي انا غنحي انا غير بعد الصوره اللي خديتي حذفها لا لا اصبر الله الهاتف راه فيه الصوره ديالي راه ما عندوش حق شوف دابا انت راه كتعرقل لينا شوف
السيد الباشا عنده صفه ضبطيه كنحترموا على راسي وعينيه. لا لا شوف العناصر ديال الدرك الملكي على راسنا عندهم صفه ضبطيه عطيناهم الوراق ديالنا. انت ما عندكش حق تصورني ما عندكش حق تمنعني قانونيا كنهضر معاك. السيد الباشا راه الصوره يدبر راسه ما كنعرفوش. كنعرف الله الوطن الملك كنعرف الله الوطن الملك مدير المؤسسه خاصو يكون عنده واحد السمعه طيبه. مدير على راسه ماشي مدير عليا انا. حسبي الله ونعم الوكيل. اكيد بعض الناس الاخوان هذا قال لك مدير مؤسسه. هذا مدير مؤسسه وصورني وما فهمتش اش لقيتو كيصور فيا وبغى يحبسنا. وكاين بعض الناس حنا كنوثقوا الصوره ما فهمتش واش هاد الناس داخلين عندهم الفيرمه ديالهم. لان كاين بعض الناس كيفقسونا واش داخل عنده الفيرمه ديالو واش داخل عنده المؤسسه ديالو. وانا كنت واجد في الشارع العام. ها هو الشارع العام ماذا؟ واش هاد الشارع العام في الاسم ديال هاد السيد؟ ما فهمتش انايا. واش كاين السيبه؟ واش كاين السيبه؟ واش هاد الشارع العام في سميه هاد السيد؟ جاو عندنا العناصر ديال الدرك الملكي على راسنا وعينينا قانونيا نعطيوهم الاوراق، لا طلبوهم منا نعطيوهم لهم قانونيا. السيد الباشا مشكور جا عندنا نعطيو الاوراق قانونيا. هو مواطن ما يجيش يعرقني ما يجيش يحبسني ما يجيش يقول لي وطلب مني ها انت شوف شاز هذاك الشيء مشكرف شاد داك الشيء في يديه وحادو بطابقي وطاح ليا ما عرفت شنو طاح ليا وصورني. هذا المدير ديال المؤسسه وانا هو واخا صورني انا غادي نسمح ليه مسامح كريم. انا راه عمرني ما نتابع شي واحد في حياتي ما عمرني ما نتابع شي واحد في حياتي غير حنا كنوروا الراي العام. حنا كنوصلوا للناس كنوصلوا جهات ما عرفت فين كنوصلوا المسؤولين علموا لله فين متبعين مواطنين الناس مسؤولين في شتى المجالات وفي ادارات الشرب الوطني كنوصلوا لهم ما يروج هنا بامزميز. بلاش ناخذوا البطاقه ديالنا مع الدرك الملكي. الله يحفظك. بون سيرفيس الله ينوركم. اذا مشكورين العناصر ديال الدرك الملكي اللي عاد عطاونا دابا. الله يحفظك الله ينورك الشيء. على سلامه وليداتكم على سلام على سلامه وليداتكم. المهم الاخوان على اين على اين هذا الشيء غير فتحنا على سلامه هاد الوليدات على سلامتهم. هاد الوليدات هادو هاد الوليدات هادو اللي عاد وصلوا لوالديهم على سلامتهم الاخوان. ونتمنوا ان شاء الله باذن الله هاد الوليدات نشوفهم مستقبلا نشوفوا منهم ان شاء الله الخير. وهاد السيد مدير المؤسسه اللي صورني انا مسامحه دنيا واخره. السيد الباشا مشكور السيد الباشا ديال امزميز. ولو اننا كنصوروا بعض الامور اللي كنوصلوا ليه الرساله وكذا ما كيتقلقش السيد قانوني كيعرف. ولو كنصوروا بعض الملاحظات اللي ليه هو وما كيتقلقش هو عارفنا باننا قانونيين. السيد الباشا بامزميز انا مشكور انه كذلك كيتفاعل معنا. شفنا التفاعل ديال الدرك الملكي فاحنا قانونيين. حنا ما كندخلوش لبنادم للفيرمه ديالو ولا لدارو ولا كنسيب ليه في قهوه ولا حنا عارفين الخطوط الحمراء ما كنتجاوزوش. دابا البارح واليوم وقع لنا هذا المشكل. المهم على اين نختتموا هذا البث المباشر على امل نلقاكم في بث اخر. تحيه لكم كبيره والى اللقاء.